السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية إلى كل شريف يقف في وجه الظلم والاستبداد، تحية إلى كل من أراد خيرا للبلاد والعباد. مباشرة من يعني محل الياورت، والله راني حاير واش نشري ما نشريش. نصدق يعني الياورت، ما كاش حنا الناس قاع تاكل الياورت، ماذا بيا راني حاير. باسكو نبعتلكم بالأويحية ديركتومون، يعني نبعتولو شوية ياقورت، قالك ما يلزمش تاكلو الياقورت، يعني هكذا كاين لو شوا. أيا واش تقولو كون نبعتولو واحد تاع كيلو فيه 3% ماتير غراس ولا 31%؟ هكذا يعني اليوم يجوز التشفي. هذا يعني لاروغونس تاعو، الكبر، كبرياء و يا أوحيا استخسرت في الشعب مرسو يا أورطة. سبحان الله، يعني خلت اليوم فقط على بالك كانت تغني واش ما المغنية دي كلك صالح يا صالح ستحسب له يعني حسنة، رغم نبقى دائما احنا نقولوا ما كاش كارت بلانش ولا السك على بياض. ويحيى ادخل الكثير من الناس السجن، وكان في بداية الحراك كان من الناس الذين الحلقة المقربة الذي طالبت بالقمع، كان عارف روحه بلي هذا الشعب هذا الحراك راح يوصلهم للحباس كل، وكان طلب باش يعني يكون فيها قمع، وهو هدد بطريقة، قال بدأت من الورود وانتهت بالكلاش يعني في سوريا، كان تهديد مباشر للشعب. هذا إنسان أروغون، يعني عنده واحد الكبرياء مال بلاصي، يكره الشعب. الوحيد اللي وزير أول روحوا شوفوا لا فيديو يقولوا مانيش مجبر باش نحب المواطن. سبحان الله، يعني في السياسة الناس، العالم اللي يعمل السياسة الناس كل تعرف باللي السياسي يغازل المواطن، حتى يغازله كذبا كما يقولوا ونفاقا، إلا أنه يغازله. هذه هي أبجديات السياسة. هو يقول لك لا تحب ما نحبش المواطن، يعني يبين الكراهية والحقد تاعه والاحتقار للشعب بواحد الطريقة مقيتة جدا. أنا عمري ما زغرت، الله غالب ما نقدرش نزغرت، ولكنني شفت المرأة هذيك اللي عملت فيها الزغريتة يعني ولابسة الحايك ما شاء الله. هذا دليل على أن هذا الشعب واعي بما كان يحدث، كان على باله بكلش، رغم أننا هذا الشعب يعني الذي نحن منه سكت يعني سكتوه بقوة الرعب والقتل والتنكيل لمدة سنوات. وما ننساوش احنا نقولوا باللي الناس اللي وقفت مع النظام في 92 راهم مسؤولين على الذي حدث ووصلنا اليه. بوتفليقة ما هو الا نتاج الانقلاب تاع 92، واللي يقول لكم حاجة اخرى راه كذاب. جابوا بالخير وجابوا توفيق وجابوه الجماعة لكي يبرئهم من الجرائم، لكن احنا نقول لهم ما كاش تقادم في العدالة عند ربي أولا، وبعدين احنا إن شاء الله بإذن الله إلى ما درناش احنا يديروها أولادنا لأننا نربيهم على ذلك. نقول لهم باللي يجي نهار ونتكون محاكمة علنية يعني للتاريخ وللأجيال، أن هذو الناس قاموا بجريمة في حق الوطن وفي حق الشعب، دمروا النسيج،
والاجتماعي والقيم في الجزائر بعدما كان في الجزائر أمن وأمان. شكون ما يتفكرش 89 90 كيف كانت الجزائر؟ يعني كانت كل الناس تتكلم بطريقة بحرية، العلماني الإسلامي كلهم الناس كانت تشارك. وبعد ضربوا الناس، ضربوهم في الظهر، فتحوا علينا عشرية تاع دماء. وهذا ويحيى من المنظرين، من الناس الذين كانوا يخططون، كان يعني داخل العلبة السوداء، وكان يتشفى في لما صارت تاع بن طلحة، الفيديو موجود، يقول لهم يعني بطريقة مخزية، بطريقة فيها نوع من الاحتقار الدنيء، يحمل الضحايا، يحملهم مسؤولية موتهم بتلك الطريقة البشعة. هذا إنسان ما عندوش، هذا الشخص ما عندوش إنسانية. لذلك أنا لا أتحصر عليه، وكل من يجي يقول لي ما هيش عدالة وعدالة التليفون وعدالة القوي، نقول له فخار يكسر بعضه، يعني يكون يحيى يلقى علينا احنا الطريق كان راح يخلينا ترونكيل. يعني كفانا يعني تمسخير والاخر، واللي كانوا يقولوا لنا بلي اللي راهو صاري مسرحيه، نقولوا لهم نتمنوا تروحوا تمثلوا ادوار في تلك المسرحيه، وكفوا علينا امتيبو الخرطي تاعكم، لانكم ما تلقاوش واش تقولوا وتجبدوا مسرحيه. فرق بين تكون عندك موقف وتكون يعني من دعاة الديمقراطيه، دعاة الدوله المدنيه، دعاة يعني ارجاع المؤسسه العسكريه الى مهامها الدستوريه، وفرق بين تجي تشكك في كل شيء، تكسر كل شيء فقط لانك عندك موقف مسبق من الناس هذه اللي اليوم تمتلك مقاليد الحكم. نحن نتمنى رجوع شاد العقل، وتدخل الجزائر في مرحله حوار ينتهي بتسليم السلطه الى يعني الشعب الجزائري عن طريق انتخابات حرة يتحكم فيها الصندوق لا غير. هذيك تاع دير لي مجلس يجيو يحكموا فيه ناس نعينوهم ونديروا هكذا، ولا ملحق دستوري كما قال سيخونا مقرن آية العربي. ملحق دستوري علاه؟ خير إن شاء الله. لما يجي رئيس منتخب يحب ينادي إلى انتخابات جديدة ويكون فيها لمجلس دستوري، لمجلس تأسيسي، هذا امر اخر. وراح ندخلوا في يعني ندخلوا في امور اليوم نحن في غنى عنها، ولكن هذه حياه الامم. ما كاش حاجه كي في جي، ما كاش حاجه دائمه، ولا يعني السلطه فوق يعني فوق سلطه الله سبحانه عز وجل. الباقي كله متغير، الثابت هو ما انزله الله، والامر يعني الامر الرباني، والباقي الانساني كله اجتهاد، والاجتهاد مفتوحه الابواب على مصارعها. وهذا يعني احنا نتمناه ان شاء الله ان الجزائريين يعني يلقوا نوع من السيرينيتي، ويخموا في المستقبل، يمشيوا في جهه واحده كل، لكي نخرج من هذا الاحتقان والاستقطاب اللي ممكن يؤدي الى ما لا تحمد عقباه. والناس المتربصة موجودة، والناس اللي محضرة روحها لأنها يعني فقدت البريفيلاج، كيف يقولوا، تستفيد من السلطة وتستفيد الأخر. هذو الناس مستعدين يحرقوا البلاد باش تفهموها. لذلك على السلطة الفعلية في الجزائر أن تحكم العقل، وعلى المعارضة أن تكون في المستوى. والله من وراء القصد، وصحة عيدكم، هذا يوم مبروك، مبروك عليكم. ويحيى في السجن، توفيق في السجن، طرطاك في السجن، العاقبة السلال وعمار غول وطوروت. ياه يا عمار غول، راح نذكرك بواحد المقولة كي كنت عندنا هنايا وكنا نلعبوا الفوتبول، واش كنت تقول بعد كي وليت وزير؟ كيف عاملت أصدقاء تاعك اللي كانوا مقربين منك هنايا؟ أنا عارفك ونعرف خريبك، ماهوش وقته باش واحد يتكلم، ولكن راك تشوف العدالة الربانية فوق كل شيء. العدالة الربانية يا غول هي تاج فوق رأس المستضعفين، وهي خلاخ المدمنوت في يد السراق اللي مثلك وأمثالك. لذلك المؤمن لا ييأس، المؤمن يؤمن بقدر الله وبعدالة الله. والله يسخر دائما عباد له، يسخر الفجار على الفساق، ويسخر يسخر الكفار على الفجار،
وهذه هي سنة الله في خلقه. واليوم حنايا نفرحوا ورانا شفنا الياقورت اللي كاين، انا داخل نضرب فيها وحده يا ناتورال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.